Սիրո քիմիական հիմքը։ الأساس الكيميائي للحب. այսօր հադուկ նույթմն է որ մենք պիտի խոսենք։ اليوم موضوع خاص مميز بدنا نحكي عنه. որովհետև մեր նպատակն է դեսնել թե երբ զույգերը իրարու հետ հարաբերության մեջ կլան ինչքան մեծ օգուտ է ադիգա։ لانه هدفنا انه نشوف بعلاقه الشريكين الحياه قد ايه هالعلاقه مفيده لهم جسديا مينش يانكي انتاتسكين غاما غاما دارفير هارتسر وكان باجنيلو بينما خلال حياتهم بتجي الصعوبات اراديا او غير اراديا وبتجرب تفصلهم عن بعض كوسيرلو وروشوميت ميچ گرناس حالات زلال يف هايردوغوس انگيغ زلال فيك انت تكون بقرار حبك صادق 100% բայց պայմաններ կան որ քեզի կծավցնեն եւ կփաժնեն քեզ այդ որոշումը ولكن بتجي ظروف وبتوجعك وبتفصلك عن قرارك هيدا բայց մեր մարմինը եւ մեր գազմվածքը մեզի կհայտնի ولكن جسدنا وبنيتنا بتعلننا ինչքան կարեւոր է որ մենք անդեսենք բոլոր բադահարները եւ բռնված մնանք ճշմարտության որ հոգեորաբես եւ ֆիզիկաբես գիտենք قديش مهم انه نحن نتغاضى او نهمل كل الاحداث ونتمسك بالحقيقه اللي نحن بنعرفها روحيا وجسديا այսօր بدي խոսենք 3 հիմնական գեդերու մասին اليوم بدنا نحكي عن 3 نقاط اساسيه كاشوغان ուժիմ մասին رح نحكي عن قوه جاذبيه որ հարաճկուկ դոպամին ըսված հորմոն են واللي بتنتج عن هرمون اسمه دوبامين Եվ երկրորդ գետը դիտելա գաբվածությունը والنقطه الثانيه رح تكون الاتصال او الارتباط որ գդարվի օքսիտոսին եւ վասոպրեսին هرمونين واللي بينتج عن هرمونات اوكسيتوسين وفاسوبريسين եւ երրորդ կետը بدي խոսենք սերային հարումի մասին وبالنقطه الثالثه رح نتكلم عن التوق الجنسي որ դղામարտուն հետ կապված տեստոստերոնն է واللي بالنسبه للرجل بينتج عن هرمون التستوستيرون եւ գնոջ բարակային استروجينن وبالنسبه للمراه بينتج عن هرمون الاستروجين يا بيدي նկատենք որ ինչպես գազմված ենք եւ ինչպես մեր անձը ներքնաբես գաշխադի մեր հարաբերության միջոցով ولح تلاحظوا انه كيف نحن مبنيين مكونين وكيف يعني جسدنا بيشتغل وبيتفاعل بحسب علاقتنا مين شريك خوسينك سيروماسين որ հարաբերության ճամփով գրնա դիգա հաղթել շատ մարգելքներու وقت امبارح كنا عم نحكي عن الحب الحقيقي اللي هو عنده قدره بانه يغلب كثير من العوائق خلال العلاقه بدينا قاعدين كور نركنا بس مر مارمينا انش كان مزي غرناغي بيتك يف جشماردوتيونا يراغاناتسنلو اليوم كمان رح نشوف انه قديش جسدنا هو دعم كمان لحتى نكون نحن عم نعيش الحب الحقيقي بطريقه صحيحه بدينا قاعدين تي زويكر دارابلو بيتك تشونين هبا جيشت انلو بيتكونين رح نلاحظ انه المرتبطين او الشركاء الحياه ما انهم بحاجه انه يكونوا عم بيعانوا بهالعمليه بل هن بحاجه بس انه يلتزموا انه يعملوا الصح Ուրեմն առաջին գետը դոպամինը գլխավոր հորմոնն է, որ քաշողական ուժ մգստեղծե զույգի մեջ։ فإذن بالنقطة الأولى هرمون الدوبامين هو الهرمون الأساسي اللي بيخلق قوة جاذبية بين الشخصين. Ինչպես գարդատրվի այս հորմոնը։ وكيف بينفرز هيدا الهرمون؟ Առաջին, երբ նոր փորձառություն մգունենանք։ اولا وقت اللي بنمرق او بنقطع باختبار جديد ايسنور بورتساروتيونه ميزي غخوسي غام غودا خوستوم هاجويكي غام بارتسادروتيان وهل الاختبار الجديد بيكون عم بيعطينا وعد بالمتعه او بالمكافاه نور انسيمي يرب هانتيبيس ايسبيس ميتشت غسكاس غراغما انيغا دوبامين هرمونين اشخادان كغرنال وقت اللي بتلتقي بشخص جديد بيجذبك بتحس هيك مثل بنار شعلانه جواتك هيدا نتيجه عمل هرمون دوبامين تون كو ميچت وارصادروتشوم مگسكاس اسيغا انزي يس گوزم وبتحس انه هالشي مكافاه لك بتقول انه هيدا ملكي انا بدي اياه گسكاس انش كان كيزي هاجويك بدي باتجاري يتي ايسبانا كيزي الله
وبتحس انه قديش اذا هالامر تحقق رح يكون سبب متعه لك այնքան զորավոր գլա դոպամինին այս աշխատանքը մեգումը մեջ وعمل الدوبامين بالشخص بيكون قوي لدرجه որ նույնիսկ պատճառ դառնա որ մեգումը ախորժակը գդրվի ու դելեն لدرجه انه ممكن يسبب انقطاع بالقبليه عند الشخص كونه غورسنسن او انه يقلق ما يقدر ينام باكسي ايسينكن او يخف نومه يفغام سيرد شادافيلي اراك كزارن او قلبه بصير يدق بسرعه منك مارت كورين اسور غسنك سيرا هارواتزه ونحن بلغتنا البشريه بنقول انه مغروم يرب مارتيك دوبامينين ايس ازكاتسومه غورسنسنن وقت اللي الناس الاشخاص بيخسروا شعور الناتج عن هرمون الدوبامين شادان كام ايفنتار بس يرب جيش انتاتسكي متشن كغارزن تسير اروات تشن ارتيوك ايلفس كثير من الاوقات وقت اللي هن ما بيكونوا ماشيين بالطريق الصح بيعتبروا انه هن بطلوا مغرومين فازا بايتس اسيغا يروغوتيان ما ارتوين كنميان ولكن هيدا نتيجه حقيقه جسديه معينه իր այն իրողության թե չիղերը ազգայուն դարձան դոպամինին թիմաց نتيجة هالحقيقة إنه الأعصاب الجهاز العصبي تعود على مستوى الدوبامين هيدا. وارجوت سافي وايلفز تشاستفير أيت دوبامينين بيرادز ازكاتسومن. فإذا تعود على الدوبامين وبطل عم يتأثر بنفس النسبة. ورمن إنش بدنا نزوي كرا أي زمانة كير دوبامين تشسكان باجنوين أي ليفل سيرار مي ورود في تشين سكار كاشفات إن شاء الله رارو. فإذا شو لازم يعملوا هالاثنين المرتبطين وقت اللي بيروح تأثير الدوبامين؟ هل لازم يتركوا بعض لأنه ما عم بحسوا إن هن مجذوبين تجاه بعض بقى؟ دوبامينين زمانة سكيسبي زمانة نه. وقت الدوبامين هو وقت الـ يعني أول مرحلة من العلاقة. نورسيرا أرفازادنا نشان واتجامانجا. وقت اللي بيكون بعده جديد مغروم أو وقت اللي بيكون جديد خاطب. بدك زويك زوراتسنه أولي زوراتسنه خور جاب يظهر بيروتشوم مير زويكين هاد. ولازم هالمرتبطين يكونوا عم بهالمرحلة عم بيجربوا ينموا علاقة عميقة مع يعني بعض. نگادی اون نالو ور مارمینت یوانسد ժամանակի վրա գվարժվի դոպամինին այլևս չի ցկեր որ զույգիդ նկատմամբ այդ քաշողականը մեջը դիրե եւ զորավորը լա لانه بالحقيقه الجسم جسمك بيتعود على تاثير الدوبامين وبيبطل الدوبامين عنده نفس تاثير الانجذاب نحو شريك الحياه եւ անոր համար շատ կարեւոր է պատրաստվել երկրորդ մագարտակին երթալու لهاد السبب ضروري انه تكون عم تتحضر لانك تنتقل للمستوى او المرحله الثانية واللي نحن سميناها مرحلة الارتباط شادان كام زويكر إرارو سيروغنر كام نشان واتسنر أولي إرارو هت انجيراين سيرار ولو متنولوردي ميتيوغنر هارت سكودان في كتير أوقات الأشخاص اللي هن بيكونوا خاطبين أو إنه هن مغرومين ببعض بحبوا بعض بيسألوا السؤال دوباميني أستيتسوتيان داك إنزي قسن باستر يرب كرنانك يكرر تانكروانا انسني لايلوس تحت تأثير الدوبامين بيسألوني يا أسيس أيمتى فينا يعني ننتقل للمرحلة الجاية بس بعد أسخانة مش نوينة قمنا يكرر تانكروان تشغا وروشمو وانسنلو ولكن الجواب دائما هو ذاته ما في شيء اسمه مرحلة تانية انت بتقرر انك بدك تاخد الخطوة فيها يتكو ميش الدوبامينين بيراتس كاشوغاغان ايت اوجه كورزازيس غابواتزوتيونة كتنس فناغان اپارارتين تون يكورت هانكروان كاتسير إذا أنت استخدمت قوة الانجذاب اللي موجودة بنتيجة الدوبامين بطريقة صحيحة بطبيعة الحال أنت رح تنتقل للمرحلة الثانية ورمن يكرر تانكروان إنشي فإذا شو هي هالمرحلة الثانية؟ من قوتشين قاب وزوتيون. نحنا سميناها ارتباط. يب أيش باجينين ماتشنال هرمون نرجعش خدين. وبهالمرحلة كمان الهرمونات بتشتغل. جين مارتون باراكاين أكسيتوسين نرجعش خدين. بجسم المرأة هرمون الأكسيتوسين هو اللي بيشتغل. دغ مارتون باراكاين فازوبرسين نرجعش خدين. وبجسم الرجال الفازوبرسين. որոնք երկու անցերուն միջև մդերմություն
մդերմության գաբ եւ նվիրում կստեղծեն وهل هرمونات بتخلق بين الطرفين علاقه حميمه وعلاقه وطيده ويعني تكريس او التزام ببعضهم البعض ուրեմն այս هورمونները մարդուն մարմինին մեջ իր զույգին նկատմամբ լավ մտնոլորտ մը կստեղծեն و هيدول الهرمونات بقلب العلاقه بيخلقوا جو حلو جو مفيد هما ما مرت بيدسيس غوزم كلنا هلا رح نقول انا بدي هيدا يس كزمه اراج وزتي انا قبلك رغبت بهالشيء تيرفس مدايتي ور كيزي لوزوم مدام ويمكن فكرت حتى اعطيك كمان حل ميتكس اشخالصاف يعني مش بالي انشغل ارتيوك انش جيراغور ودين ميتش اديغا غافيلنا يا ترى شو لازم ياكل حتى يرتفع مستوى هالهرمونات باتيراغانوتيون هيدفيال نير ور فيرتشاوروتيان تورس يغاف ولكن الحقيقه اللي بالنهايه اكتشفتها اي هرمونات غارداتروفين ميان يرب الان باورار سيرو يف كركورانكي ارداهيدوتيون نير يرغوكين ميتشيف هل هرمونات ما بيرتفع مستواها بالجسد الا وقت اللي بيكون في مستوى كافي من التعاطف وال يعني اللطف بين الشخصين هذا بارشات غاريفور اي ور زويكيرا جانشنان ايرنس غوتشوما يفادور هاماتساين ابرين فبالتالي ضروري انه هالشريكين يكونوا عارفين هالاشياء ويعيشوا بحسبها انش بس بافارار سيرو يف كوركورانكي արդահայտություններ ունենան كيفين يكون عندهم تعابير كافيه للحب والتعاطف بين بعضهم իրարու հետ որակավոր ժամանակ անցնեն لازم يقضوا وقت جيد مع بعض مش ارجيك دان ميغس ميسين ودائما يقدروا بعضهم البعض այդ վարժության մեջ չին ան որ իրենք վարժվեցան իրարու եւ այլևս բեկչունին իրարու հետ նստելու որակավոր ժամանակ անցնել وما لازم ابدا يوقعوا بهالتجربه انه هن خلص صاروا بيعرفوا بعض ومنهم بحاجه انه يقضوا وقت كثير مع بعض շատ կարևոր է իրենց հարաբերության մեջ ապահովության մտնոլորտ ստեղծեն իրարու նկատմամբ ու ضروري انه بعلاقتهم يكونوا عم بيخلقوا جو من الامان لبعض մեգը մույսին ամենաաբահով մարդը դեսնե աստուծմե յետ աշխարի վրա ու يكون واحد عم بينظر للثاني على انه اكثر شخص امن بالنسبه له بهالعالم իրենց արորիա հարաբերության ընթացքին իրարու թփչին ու خلال علاقتهم اليوميه يكونوا عم بيلمسوا بعض իրարու պատուգնեն يكونوا عم بيغمروا بعض փորձեն ջանցված ճշմարտությունները գադարելով որ մանավանդ երեք խոսեցանք որպեսի իրենց մեջ այդ գապվածությունը ստեղծող հորմոնը բարձր լա ու يكونوا عم بيطبقوا الامور اللي نحن حكينا عنها امبارح الامور العمليه حتى مستوى هالهرمونات تضل مرتفعه فيهم որովհետև եթե այս հորմոնները ցած լան لانه اذا هالهرمونات نقصوا ուրիշ հորմոններ գավիդ ելեն في هرمونات ثانيه رح تطلع անոնք եթե ելեն դուն սխալ անելու պատճառ չես ու ձեր սխալ մը գլաս انت واذا ارتفعوا هدوليك الهرمونات ببطل بدك سبب او حجه حتى تعمل الغلط بتصير انت كلك على بعضك غلط يرورد هانكرفانا النقطة المرحلة الثالثة سيراين كركرومني هي ال العلاقة الجنسية او المرحلة المشاعر الجنسية تستوستيرون ارويما دغامارتوما اين هرمون որ մարմինը կպատրաստի սերային հարաբերության համար التستوستيرون هو الهرمون اللي بيكون بجسد الرجال وبيحضره حتى يكون متهيئ او مستعد للعلاقه الجنسيه այս նույն հորմոնը շատ քիչ տոկոսով գին մարդուն մեջ կկործե որբեսի իրեն սերային քրքրում դալու պատճառը լա ու նفس հալ الهرمون نيروتيون استروجينին հետ կործակցապար ու نفس հալ هرمون ولكن بكميه اقل بيشتغل مع هرمون ثاني اللي هو الاستروجين بجسد المراه كمان حتى يعطيها رغبه جنسيه ورمن تستوستيرون بادասխանադու եւ ֆիզիկական սերային քրքրումի فاذا التستوستيرون هو المسؤول عن الرغبه الجسديه للعلاقه الجنسيه գարդատրվի դղամարդում մեջ երբ ան գենտարգվի սերային քրքիրիմը وبينفرز بجسد الرجال وقت اللي هو يعني بيتعرض لشيء عامل بحرك المشاعر الجنسيه فيه اي سينكن هبوم مثل اللمس
يربانر قتيده او وقت اللي بيشوف اشياء معينه غامبانر قلسه او بيسمع اشياء معينه انك قرنا ايس هرمون اير ميچ زوراتسنل ممكن هالهرمون يصير يقوى بداخله يا واديغا قتسكيرن ور انك انهانكي سلا مينچيف ور ايت اسكاتسوما اير بناغانين فيراتارنا وهل شيء بيخلق فيه شعور من عدم الراحه لحد ما يرجع الامور لطبيعتها انور همار شات شات غاريفور هات غابز دغامارتون اسكو شلا انچ قتيده انچ قلسه يف انچبس غ ترتينغ زينغ ايت هرمونه بارساتسنلو ميج لهالسبب كثير ضروري وخاصه للرجال انه يكون دائما حذر ومتنبه انه شو الاشياء اللي عم بيسمعها شو الاشياء اللي عم بيشوفها او شو الاشياء اللي عم بيعرض حاله لها اللي ممكن تحرك مشاعره الجنسيه جينيرون ميج تستوستيرون غارداتريفي كلخابورا كلخابورا بار يرب مارتوم غومه انتونواز يف سيرواز غزكا اما بجسد النساء الهرمون التستوستيرون بيتحرك اكثر شيء وقت اللي بتكون هي عم تشعر انها هي محبوبه ومقبوله من قبل رجل كيتناغانيره بورتسارغوتيون مرازن العلماء قاموا باختبار يفسادن تي دغا مارتون ميچ واسوبريسيني باتساغايوتيونه واكتشفوا انه غياب الفاسوبريسين بجسد الرجل يف تستوستيروني ودوباميني بارتسر كاناغ اللالة مع وجود مرتفع مستوى مرتفع من التستوستيرون والدوبامين أنس قداني تسانغوتيامب لتسون مولي سيراين وارمونك نيرو بيأدي بالشخص لأنه يعيش حياة جنسية حياة فيها إدمان على الأمور الجنسية الخاطئة. أي سبورت سارغوتيون رازن أرنت نيروفرا. وبالحقيقة هن طبقوا هذا الاختبار على فيران. يرب غوداين أرو أرنت نيرو أفيلور تشابوف دوبامين يف تستوستيرون وقت اللي كانوا يعطوا الفار الذكر يعني كميات مرتفعة من الدوبامين والتستوستيرون أنونك إيرنس إك زويكرون هانتب هدا كركروتيونينغ غورسنسنين كانوا هل فيران يفقدوا اهتمامهم بالأنثى يف غندرين إيرنس سيراين باهانشنر كوهاتسنل كيتشوتيامب وكانوا يروحوا يجربوا انه يشبعوا غريزتهم الجنسيه او حاجتهم الجنسيه من خلال العاده السريه نوينيسك اكين نيرغايوتيان ميج حتى لو كانت الانثى موجوده اي ثينك ان اموت غورسن تصازال يغاف يعني بيكونوا فقدوا كل عيب يف غشاروناغين ات كيتشوتيونه انل وبيكملوا انه يمارسوا العاده السريه او الاستمناء مينչեվ որ իրենց սերային ախորժակը իջներ لحد ما يرتاحوا او يخف تخف رغبتهم الجنسيه شادر այս համոզումին մեջնեն որ եթե ամուսնանան ամեն հարց կլուծվի في كتار عندهم هالاعتقاد انه بس يتزوجوا كل مشكله جنسيه بدها تنحل ليتسونا مسناتات مارتيك كان ور داغاوين يرداسارتي بس هالسخال جانكين ميتشنن ولكن في كتار متزوجين ولكن وبعدهم عايشين بهالغلط الشباب اللي كانوا فيه ورويدا فيرنس جانكي انتاتسك سخال انتاتسك من ايرنس ميتش ايرنس جيركير كركروغ هرمونين ورغ بارسرانان لانه طريقه حياتهم خاطئه وهن سامحين لهالهرمونات اللي بتحرك غريزتهم الجنسيه انها تكون مرتفعه فيهم وسن اسيروتشوم متاشتاكيديني تاشتاموغي مورا وحده من الابحاث او الاختبارات اللي تمت على فيران البساتين او الغابه استاشتاموغ هافاداريم غمنا اير زويكين امبوغج جانكين انتاتسكين بدل انه عادة هالنوع من الفيران بيكونوا اوفياء لشركاء حياتهم كل ايام حياتهم. يا بورتسارغوتيونو تويتس دواتزي تي باتجار اكين ميج بارتسر كاناك اوكسيتوسين اللالني وهالاختبار اكد انه السبب الاساسي ليش هن عندهم هالوفاء تجاه بعض انه الانثى في بجسدها مستوى مرتفع من الاوكسيتوسين يف اروين ميج بارتسر كاناك فاسوبريسينينه فاسوبريسين اللالني والذكر عنده مستوى مرتفع من الفاسوبريسين يرب يغان اي سبورتس ارغوتيان ادن يفاسوبريسينا هانيتسين اروين ميچن وقت اللي اجوا واستخرجوا او شالوا الفاسوبريسين من الذكر
يبوخارينغ سرسكين دوبامين وحطوا له دوبامين محله գնգադեին որ ժամանակ մահավադարիմ եղող այս տաշտամուկը այլևս իր եկին նկատմամբ հետաքրքրություն չուներ لاحظوا انه هل ذكر اللي كان بالماضي وفي لانثى وحده بطل مهتم فيها երբ իր այդ վիճակին մեջ նոր եկմը ավելցնեին փորձարկության մեջ թիմացը հանեին ու بي وقت هالاختبار وقت اللي هو بيكون بهالحاله من الدوبامين المرتفع وقت اللي كانوا يجيبوا له انثى ثانيه Վասոպրեսինի բացակայության պատճառով արուին մեջ տեստոստերոնը կբարձրանար لانه الفاسوبرسين غايب بجسده بيصير التستوستيرون يرتفع بجسمه եւ տաշտամուկը կսկսեր հարաբերության մեջ մտնել նոր եկերուն հետ بيصير هالفار الذكر بينسى الانثى اللي كان وفي لها وبيصير يعني بيدخل بعلاقه جنسيه مع كل انثى جديده بتجي يبقى من انكم قشارناغير سخال հարաբերությունը օդար եկիմ հետ մինչև որ իր սերային քրքրումը յետ իջներ ու կանի կամել بعلاقات جنسيه مع كل انثى بجيبوها لحد ما غريزته او شعوره بالحاجه للعلاقه الجنسيه تنزل եւ ASCII-ը անշուշտ գուդանք որով հետեւ մարդուն մեջալ նույնն է ու نحن عم نعطي هالمثل لانه هالهرمونات بتشتغل بنفس الطريقه بجسد الانسان كمان ուրեմն այսպես ցեզի բաժնվեցան թուղթեր առաջին հերթին գուդանք հորմոնին անունը فاذا بالجدول اول شيء بنعطي اسم الهرمون انجيت گناينك تي انچ պատճառներով գարդատրվի بعدين بنحكي عن شو السبب اللي بيخليه ينفرز انچ աստեցություն գունենا դղա մարդուն եւ գին մարդուն վրա նույն հորմոնը وشو تاثير هالهرمون بالرجل وشو تاثير او بالذكر وشو تاثير هالهرمون بالانثى իսկ եթե այս հորմոնը պետք եղածեն ավելի լա ինչ قال إنش كبادا. وشو النتيجة إذا كان هالهرمون ارتفع زيادة عن اللزوم؟ أراشينا دوبامينا. أول هرمون هو الدوبامين. نور بورتساروتيونير. السبب هو اللي بيخليه ينفرز هو اختبارات جديدة. ورونك قرنان هاجيك باتجار الأنسين. اللي ممكن تسبب متعة للشخص. نور كوردز، نور انجيروتيون، نور زانوتوتيونير. شغل جديد، مجتمع جديد أو معارف جديدة. Աստեցությունը դղામարտուն մեջ հրաբույր կունենա, քաշողական ուժ կունենա գնոջ հանդեպ։ Ու تأثيره على الرجل انه بيخلق نوع من شعور بالانجذاب تجاه المرأة։ Իսկ աստեցությունը գնոջ վրա و تأثيره على المرأة نوينبس هرابويرن է քաշողական ուժ ամուսինին հանդեպ։ هو بنفس الطريقة كمان شعور من الانجذاب من نحو الرجل։ Իսկ եթե պետք եղածեն ավելի լայս դոպամինը, ամա اذا كان الدوبامين مستوى اعلى من اللزوم, իր զույգին գողագույցին հանդեպ հետաքրքրությունը կգործընծնե։ هل شخص بيفقد اهتمامه بشريك الحياة؟ գսկսի որևէ այլ սերային քրքրումի միջոցներու դիմել։ بيصير يلجا لاي نوع او اي وسيله ثانيه من من ارضاء لغريزته الجسديه. որոնք շատ անգամ գսկսին բորնագակրություններով واللي كثير اوقات بتبلش بمشاهده الاشياء الاباحيه. يا վերջի գերտա նոր գողագիցի او ممكن حتى تنتهي بانه يروح يفتش على شريك جديد يف انسكوتيان يف نيغوتيان باتجار قلا وهالشي بيسبب ياس او بيسبب كآبة وحزن يف قدنگادنك فور ير ժամանակին մեջ պետք է կորձածվի եւ չարդոնենք որ ադիգա سخال باتجار نروف مير ميج بارسانا فإذا منلاحظ أنه هرمون الدوبامين مفيد إذا استعملناه بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة يجرورت هرمون بدي أرنينك تستوستيرون الهرمون الثاني اللي بدنا نتطرق له هو التستوستيرون أرداترمان باتجار السبب اللي بخليه ينفرز ورهو سيراين كركرومي ميچوتساف گلا ممكن يصير من خلال اي نوع من الشيء اللي بحث على المشاعر الجنسيه لا اديغا لسوغاغان ديسوغاغان گام هبوم ان كان هالشيء امر مرئي او امر مسموع او حتى ملموس بنական ընթացք շրջան մը կունենա մարդուն մեջ ու عادةً في له دائرة طبيعية بجسد الرجل تيف իր բնական շրջանը կունենա դղա մարդուն մեջ ومع انه في له مثل دائرة او سايكل طبيعية بجسد الرجل
Ինչքան դղամարդը ադոր մեջ հանցնվի անոր գրբաքսի իր մեջ ադոր ազդեցությունը على قد ما او كل ما الرجل بيستسلم له كل ما تاثيره بخف ازդեցությունը դղամարդուն մեջ تاثير هالهرمون بجسد الرجل իրեն գուդասերային քրքրում بيسبب له مشاعر جنسية سيرمي أرداتروم وممكن يؤدي إلى استمناء يعني فرز السائل المنوي منك سينتهي بناغان شرچان منال وني بايتي وايت بس نهيف قدا بنتاتشوم وممكن مع أنه مثل ما قلنا أنه في له دورة طبيعية بجسد الرجل ولكن بيعطي الانتصاب بالعضو الجنسي أستيتسوتيونا غنوتش فرا التأثير على الجسد المرأة سيراين كركرو ميان استروجينين هت مياسين بسبب مشاعر جنسية بس وقت اللي بيكون ممزوج مع الاستروجين يف نايف هغاتسمان هوانا غانو تشونا غبارسراتسن وبنفس الوقت بيرفع القابلية او الاحتمال انها تحبل يتي تستوستيرونا إير كلوخا راف بارسات سافييف كنات. أما إذا هرمون التستوستيرون ارتفع بنسبة أكثر من اللازم. قاري ورتشي إنش كان أغوت كنستون. ما بهم قديش أنت بتصلي. وستا بار مارمينيت ماتش تساين ما بدي لسيس أودار. لحد تسمع صوت غريب عم بيندهلك بجسدك. بارسر اللالة باتجار بدي إلا تسانغوتيان يف هشتا سيروتيان. ارتفاع المستوى هيدا الهرمون بجسدك لح يسبب لأنك يكون عندك شهوة جسدية شهوة جنسية ويعني أنك تفتش على الطريقة السهلة تخلص من هالشهوة. سيراين مدى سيفيروم وبيصير عندك أفكار وخيالات جنسية وناس بارغوتيون بيصير عندك غضب وناس أنسناسيروتيون بتصير أناني مدى مولور فيجاك وناس وبتصير مشتت بفكرك بالإجمال أنشوش نوين أدين يرب أوكسيتوسينا قام فاسوبريسينا باغاسلا واكيد هالشيء بيكون عم بيشتغل بهالطريقه وقت اللي بيكون الفاسوبريسين والاوكسيتوسين نقصانين بالجسد ي هاتشورت اوكسيتوسيني باراكاين الهرمون التالي هو الاوكسيتوسين ي فاسوبريسينا اسون غودان اروخت سير يف كوركورانغ والفازن الاوكسيتوسين والفاسوبريسين هيدول بيعطوا شعور بالحب الصحي وال يعني العاطفه التعاطف مينيتيري ميغا فور بي ديستينك سيرو هينك ليزونيرو هيت غابواتس هارابيروتيون ما كتسكي استيرزس واحدة من المواضيع اللي نحن بدنا نحكيها هي لغات الحب الخمسة اللي هن بيساعدوا على فرز هالهرمون ուրեմն օքսիտոսինը եւ վասոպրեսինը գողագիցին հետ մդերմություն եւ անոր հետ հավատարմություն գավելցնեն քո մեջը فازن الاوكسيتوسين والفازوبريسين بيخلوا الشخص يكون وفي وقريب وحميم مع شريك الحياه նույն ադեն դոպամինին արդատությունը արդատրվիլը գզսպվի ու بنفس الوقت بيضبط فرز هرمون الدوبامين Եվ արագած 17-22-ի համաձայն մարմինի բժշկության ավելի արագ կորձընթաց կունենաս։ Ու بحسب امثال 17-22 بيصير الجسد يشتغل بطريقه صحيه اكثر։ Որը մեգա որ այս օքսիտոսինը եւ վազոպրեսինը իր մեջը բագաս ունենա։ هل الشخص اللي بيكون عنده نقص بالاوكسيتوسين والفاسوبريسين اروخ اندانيكان سير قام هارابيروتيون تشي غرنار اونينال ما بيقدر يكون عنده محبه وعلاقه عائليه صحيحه اير هارابيروتيونيروم ميج جختاغان استيتسوتيونير غونينا بيكون دائما عنده تاثيرات سلبيه بعلاقاته ورويدير مارميني ميج دوبامين بيت كيغازن اويلي غبارتسرانا لانه الدوبامين بيصير فلتان وعم بيرتفع مثل ما بده بجسمه այդ պատճառով յենթական իր զույգեն կամ որևէ ուրիշ բան է շուտ գցանցանա եւ գմղվի փոխելու ու ձե փոխել وهذا الشخص بصير عنده شعور انه هو بيزهق بسرعه من شريك الحياه او من اي شيء بالحياه فبيدايما يفتش على تغيير այսպիսի անց մի երկարադև գաբեր قام هرابيروتيونر تشيغر نار يف تشي هات شوغير ونينال هالنوع من الاشخاص ما بينجح انه يحافظ على علاقات لوقت طويل ورمان إنش كبادهي يوراكانشير هرموني ها
հարաբերության յուրաքանչյուր հանքրվանին։ فاذا شو بيحصل بكل واحد من هاول الهرمونات خلال العلاقه او خلال مراحل العلاقه الجنسيه երբ երկրորդ հանքրվանի գաբվածության հանքրվանի հետ գաբված զեղչում կնենք գբաքսեցնենք ադիգա عفوا مش خلال العلاقه مراحل العلاقه الجنسيه خلال مراحل العلاقه بشكل عام وقت اللي بالمرحله الثانيه من احنا بنختصر هالمرحله الثانيه هي لمرحله الارتباط مع بعض دغه مارتون مارمينه بيدي تشهاتشوغي فاسوبريسين ارداترلو جسد الرجل ما راح ينتج ما راح يفرز فاسوبريسين كافي يجيك مكات اوريناك مدام تعالوا عندي بس حتى نعطي مثال از زويكر وستاها بار شات ميتس աշխատանք կդանին իրենց հարաբերությունը մդերմության մագարտակի բահելու هل مرتبطين هن على الاكيد بيشتغلوا كثير على علاقتهم حتى يحافظوا على علاقه وطيده بيناتهم بس بار استված գուզե եւ աստծո գամ կնալ այդե واكيد هيدي اراده الله كمان لالهم նույնիսկ استեղծած ադեն իրենց մեջ տրած է հորմոններ որ իրենց այդ նպատակին պիտի օգնե եւ հաջողության տանի وحتى وقت اللي خلقهم حط فيهم هالهرمونات اللي رح يساعدوهم يوصلوا لهالهدف وينجحوا فيه. إسك مارمينين ماش هاد هرمونين بارسانال غاخارتاغان بيدي تشلا. ولكن ارتفاع هالهرمون بالجسد ما رح يصير بطريقة سحرية. أموسناتزازن نوين دون غابرين نوين أنغوغيني ماش كبارجين سيلو بيدي تشلا. ومش لأنه هن متزوجين وبعيشوا بنفس البيت وبيناموا بنفس التخت بطبيعة الحال رح يرتفع هالهرمون. يرجوكنا الكورزي ماش أشخاصاسيرن ليتسون ترام غبيرن دون سيلو ولا لانه اثنيناتهم مجتهدين كثير بشغلهم وبيجيبوا مصاري كثير على البيت فاذا رح ينجح الموضوع مين يرب لاف مدريم هارابيروتيونير ونين يدارو هيك هيدا هرمون بيدي بارسانا دغامارتو ميتش هيدا الهرمون ما رح يرتفع بجسد الرجل الا وقت اللي يكون عندهم هن تواصل وعلاقه صحيحه ودائمه يرب بارسانا այդ մդերիմ հարաբերությունները պիտի ավելի զորանան եւ լավ ընթացքի մեջ գտնվին։ وقت اللي يرتفع هالهرمون بيناتهم هالعلاقه الحميمه والوطيد اللي بيناتهم رح تكون ثابته اكثر. Thank you. Հետևաբար ոչ մեկ ադեն երկուքին բարդագանությունները թող որ չորոշեն իրենց հարաբերության լավը լալուն հետ։ فإذا دور الطرفين أو إذا بيلعبوا دورهم الطرفين مش هيدا اللي لح يأكد إنه لح ينجح الموضوع أو لح يكون العلاقة لح تكون وطيدة. يتي فاسو برسينا أرداترلو ميتش باغاسوتيون الله إذا صار في نقص بفرز هرمون الفاسوبريسين نونيس يلب سيراين هرابيروتيونونين يفيرتشاتسنين بدي دستنس ور إيرارو ميتشيف غباك تسوتيون ما تشونينا سونك لح تلاحظ انه من بعد العلاقة الجنسية من بعد ما يعملوا علاقة جنسية ويخلصوا لح تلاحظ انه ما في كتير تواصل بيناتهم إيرارو موت تشين اسكار باتوك ما انكم انيل شات غيريفي ما بيحسوا انه هن قراب من بعض ما بيحسوا انه حتى بدهم يغمروا بعض بوخانك سير اردا هايدن أديك دغامارت هاد كابس بدي نخندر ميناك منال. وبدل ما يكون عم بجرب إنه يعبر عن حب تجاهها خاصة الرجل رح يكون عم بفضل إنه تبتعد عنه ويبقى لحاله. أسيجان نمانة بين تكافورات داسنيرك مجن كسان يرجوي بمتيونة تمارية وامنون. هيدا بيشبه القصة اللي بنقراها بصموئيل الثاني الأصحاح 13 محل ما بيخبر عن تمار وأمنون ورونك يرجوكنا تافيتي زواكنر نين دار بير مايريري واللي هن اثنيناتهم كانوا ولاد داود ولكن من أمان مختلفتين أمون شات 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 قصيرير انزينك هيوان تنلو تشاب إير تمار كويرة وأمنون حب أخته تمار لدرجة إنه مرض վերջավորության խորհուրդներ առավ եւ استيبلوف برنا بارت سيركو يريجين وبالنهايه في ناس نصحوه نصيحه غلط وجبرها ويعني بالاعتداء عليها بالاغتصاب عمل علاقه جنسيه معها يف هازي فيرتشاتساف نيدتس لكيت هذه كناس تنس واول ما خلصت العلاقه زط بعيد عنه وقال له روحي بعدي عني بروبيد اير ميتش سخاله كيف سراين كركروم بارتساتسا زير امن سيفيروف لانه الشيء اللي كان عم يدفعه هو الاثاره الجنسيه ميان يرنج هيدا كركر سراين هارابيروتيون انجي انتين ووتش ميك بانش هيدا كركر يعني اللي بس كان همه بهديك الوقت بهديك اللحظه هي العلاقه الجنسيه ومش اي شيء ثاني يتي فازوبريسينا
դղամարդուն մեջ իր բնական հավասարակշռված չափովը չլա فإذن إذا هرمون الفاسوبرسين بجسد الرجل ما كان بحالته المتوازنة الطبيعية دوبامين غيغاوارواتس بيدي تشلا هرمون الدوبامين ما لح يكون مضبوط يفيرتشابيس باتشار بيد الله ور إير غنوتش هانتيب هيداكركروتيون شونينا وهيك الرجل ما لح يكون عنده أي اهتمام وانجذاب تجاه زوجته وروف هيدف دوبامين إيرنشي تسكير ور يرغارادن دغم منا أمنادن نور بانيم بيدي تسكير ور يرتا لأنه هو هرمون الدوبامين بطبيعته ما بيخلي الشخص يكون عم بيلتزم بالشغلة وقت طويل دايما بيفتش على اختبار جديد وتغيير انا را مارغيرتا بورنغا كروتيان اموريش هاراپيروتيونير نيلو ولهالسبب ممكن يبلش يتطلع يفتش على علاقات تانية او بيروح بيصير يشاهد امور اباحيه تيشبع غريزته اس جين مارتون ميتش դղամարդուն հետ բագասությունը պիտի եւս իր աստեցությունը բերե ում կամեն بجسد الرجل مثل عفوا بجسد المراه مثل جسد الرجل وقت اللي بيكون في نقص للهرمونات كمان هالشيء بياثر فيها եթե դղամարդու մեջ վասոպրեսինը բարձանալով հարաբերության լավ գաբը չստեղծվի إذا جسد الرجل ما ارتفع فيه الفاسوبرسين وما انخلقت هالعلاقة الجيدة مع المرأة جنوش مت أوكسيتوسين يف تستوستيرون بدي شو بارسنا يف هذيك بتجار بيد الله ورير هرا بيروتيون عم سنين تلاف تشلا والمرأة بدورة جسدها مش لح ينتج مش لح يفرز أوكسيتوسين وتستوستيرون كافي حتى تكون علاقتها بجوزة صحية يف هذيك إير ميتشن بدي غورسن سنة سراين هرا بيروتيون نلو انتانورة باباكة كما خرجاجة وهيك المرأة بتخسر أو بتضيع رغبتها بالعلاقة الجنسية مع زوجها قرنا ميان هاجوكي همارة نيل بايتس إيراغان سيرو أرد عيدو تشوم بدي تشلا وممكن تقبل أنه تعمل العلاقة الجنسية لإشباع رغبة جسدية ولكن ما بتكون تعبير حب أبدا ميكاني جيدير تسانغوتيان هيت كابواتس نشانر بعد النقاط المتعلقة بالشهوة ընդհանրապես գլա ամբողջական կետրոնացում անցին գերբարանքին եւ մարմինին վրա فإذن بعض علامات الشهوانية هي أنه التركيز بيكون على الشكل الخارجي وجسد الشخص الآخر. هذا كركرواتس كلا سيراين هرا بيروتيان ورا أرانس وريفي ديساغي خوساك تسوتيان. وبيكون الشخص بس مهتم أنه يقوم بعلاقة جنسية بدون ما يكون مهتم بأنه يتحدث مع الشخص الآخر. زويكين هرا بيروتيون وواغي زكات سومنير أردايدل تشلار. والعلاقة بين الشريكين الحياة ما بيكون هدفها تعبير عن المشاعر. ميان يريفا غايغان մագարտագին մեջ է որ իրենք սերային հարաբերության ադեն ունենան այդպես օդարբաներ فبس يعني بمستوى خيالاتهم وافكارهم بهن بيعيشوا هالحاله բարձորեն բնավ չեն արդայդեր իրենց իսկական զգացումները իրարու يعني ما بيكونوا بالحقيقه عم بيعبروا عن مشاعر حقيقيه تجاه بعض Հետո ցեն թեև իրենք սերային հարաբերություն ունեն, բայց կգործընծնեն իրենց գաբը իրարու հետ։ Ու معنه بيكونوا هن عم بيقوموا بعلاقه جنسيه ولكن مع الوقت تدريجيا بيكونوا عم بيخسروا ارتباطهم ببعض البعض։ Սերային հարաբերությունն իդ նույնիսկ սիրեմ քեզ կամ քերեցիկ խոսքեր չեն ունենար իրարու։ Ու من بعد ما يقوموا بعلاقه جنسيه ما بتطلع منهم انه يحكوا حكي حلو لبعض او يقولوا انه بحبك وبحبك։ Գարձեցյալ երևակայական սիրահարներ գլան առանց բարեկամության։ Ու بيصيروا هن مغرومين او او شخصين بحبوا بعض بالاعتقاد او بالخيال ولكن مش بالحقيقه։ Իսկական սիրո նշանները علامات الحب الحقيقي وزن وراغاور ժամանակ անցնել իրարու հետ։ انهم بيحبوا يقضوا وقت مع بعض։ Սերային արաբերութենեն զատ يعني غير وقت العلاقات الجنسية مش بس وقت العلاقة الجنسية. يذكرنام كذي سيلور وراغاور جمانا عن سنلون استتسوتيون ورات شاد أولي بارتسر قرنا اللال كان ميان سيراين على بيروتيان. وبالحقيقة أنا فيني أقول لك إنه تمضية الوقت الجيد مع شريك الحياة ممكن يكون تأثيره عليك مرضي وممتع أكثر بكثير حتى من العلاقة الجنسية بحد ذاتها. يرب زويكير ورونغ مارزفاتين أمبوغتش كيانتين تاتسكين أيست سيف أبريل
وقت اللي شريكين الحياة بيكونوا معودين كل حياتهم يعيشوا بهالطريقة. يف داريكنينغ متزنا إلى وش تشينغ نار يرنس فيزيكا جام بيتكير كوهاتسنل. وبيكبروا بالعمر وبيبطلوا يقدروا يشبعوا حاجة بعض أو رغبات الجنسية اللي عند بعض. تشين لكير إيرار هبا إيراروت كدسنا شات مديريم جابو مجابرين. ما بيتخلوا عن بعض ما بيهملوا بعض بل بالعكس بيتشوفن إنه عايشين بطريقة حميمة وطيدة مع بعض. وروبيده ويرينغ بامشينتسين որ առանց սերային հարաբերության ալ գրնան շարունակել لانه هن بنيو علاقه ثابته قادره انه تستمر حتى بغياب العلاقه الجنسيه իրարու հետ խոսելու ադեն գդարվին ժամանակեն ժամանակը կմորնան وقت اللي بيكونوا عم بيحكوا مع بعض بيتاخذوا بينسوا الوقت իրարու պատուկ կնեն بيحبوا انه يغمروا بعض գուզեն իրարու հետ երթալ եւ ծրակիրներն էլ այդ սերային հարաբերությունեն յետքը بيحبوا انه يقضوا مع بعض وقت مع بعض ياكلوا مع بعض ويعني يقضوا وقت مع بعض من بعد ما يكونوا عم بيعملوا من بعد ما يكونوا عملوا العلاقه الجنسيه يرابس غوزن يرارو زكاتسومنيرون ماسين كيتنال وبيحبوا انه يعرفوا عن مشاعر بعض غوزن زيرارو راخ باهل بيحبوا انه يفرحوا بعض يب اس اوجا ايرنس ميتشنغوكا هاراپيروتيونين لاف لالينغوكا وهل قدره لا يعملوا هالاشياء بتكون نابعه من داخلهم بسبب علاقتهم الصحيحه زيرار غمغن افيلي لاف ميغ لالو همار وبيدفعوا بعض بيشجعوا بعض حتى كل واحد يكون عم بيتحسن بحياته يتد غارتاس يبساتيس 5:21 همارن اذا بتقرا من افسس 5 الايه 21 بدي نقادس تي هونغ تيلاتروفي ور زيرار بارتساتسنن بتشوف انه بوصيهم بهالمقطع انه يكونوا هن عم بيرفعوا بعض هاد كابس دغا مارتونا مارغس كريستوسي بس يغيغيتسين باهي يف زينغ بارتساتسور وخاصة للرجل بيقول انه رعا زوجتك حافظ عليها مثل ما المسيح بيحافظ على كنيسته ولمن اروغ تشاراپيروتيونه باتجار بيدي يلا ور ايت ميغارناسنل فبالتالي العلاقه الصحيحه رح تمكنك بانك انت تنجح بهالعمل مي اردونير ور اروريايين تون سخال وارمونكنيروف ամուսնական այս քաղցր մտնոլորդեն զրկված մնաս ما تسمح بانه التصرفات والسلوك الخاطئ يحرمك من هالجمال هالعلاقه الزوجيه تون ամուսնացած ես կամ արդեն ամուսնանալու վրա ես انت ممكن تكون مزوج او يمكن على طريق نحو الزواج աստծո ամենամեծ ծրագիրին մեջ բաժին պիտի բերես أشخاري برا. وأنت رح تكون عم بتشارك بأعظم خطة عنده إياها الله لهالعالم. أرجوورة نقادي أر بادراستفي يبادور أما تساين مدير ميتش. فأدر هالخطوة يعني اعطيها قيمتها وخود قرار صحيح ودخول فيها. اندانيك قازما غيربوتيونا استدزو زراكيرين أراتشين ديغي كرافي يباراتشين اندانيكين اسكسيلوف إنك أشخاره بولور ايس نيركا فيجاكين استوس مؤسسه العائله هي عندها اولويه بخطط الله ومن خلال اول عائله الله بلش وملك كل هالارض وكمل خطته امين امين ديريد الله